سؤال تاني يا يا عالم نصرة. ربنا. انا بس سؤال كمان. انا كنت حلمت حلم من 10 سنين. الحلم دون ان انا في امتحان في لجنة في امتحان، والامتحان دون بس بقى يعني مش عارفة احل فيه حاجة. فجيت بعد ما خلصت يعني قمت من الحلم بسأل نفسي وانا بعمل ايه وانا بمتحن ايه، ده انا مخلصة الدبلو ازاي يعني الامتحان ده. مش عارفة الحلم ده، هل الحلم ده متعلق بالطلاق مرتين دول؟ هو انت مطلقة من 10 سنين في الجواز التاني؟ من 13 سنة. آخر جوازة من 13 سنة. وتعقدت من كل الرجالة، خلاص مش عاوزة اتجوز تاني. الله يكون في هتجيلي عونك ناس يا مصطفى. كتير بس انا صراحة اتصدمت في الاتنين. طب يا مصرة انا عايزة اسألك سؤال بقى. حاضر مولانا هيجاوبك، بس انا عايزة اسألك سؤال. يعني انت اتفضل. شايفة الناس اللي حواليكي، المجتمع اللي حواليكي متقبلين فكرة ان انت اتطلقتي مرتين من راجلين مختلفين وانك سايبة لا ولادك هما، عند هو اب بصي، ابهاتهم؟ هو طبعا كل واحد فيه عيب، وطبعا الجوازه التانيه ديت الناس كلها كانت عارفاه وانا ما كنتش اعرفه رغم ان احنا جيران، ما كنتش اعرفه. وهو اصلا ساعه ما جه اتجوزته في اسبوع، ليه يا ماما السرعة دي؟ مش عارفه حصل ده خير، جهل حصل خير. مننا احنا طيبين، مش عارفه ليه كده ليه. برضو ما ورغم جاوبتيش ذلك على سؤالي، المجتمع اللي اتفضل. حواليكي متقبل الفكرة دي ولا انت بتعاني من النقطة دي؟ لا هم طبعا شيء طبيعي، ده مطلقة مطلقة رايحة فين جاية منين، ده شيء طبيعي يعني. اللي احنا أرياف، احنا أرياف. طيب طيب يا ام اسراء، ربنا معاكي ويعينك يا حبيبتي ويوسع رزقك يا رب. ربنا حالها يكون من في حال ناس عونها، كتير الحقيقة. ربنا يكون في عونها ويعوض عليها. أمين يا رب. والرجالة مش كلهم وحشين، يعني طبعا الرجالة مش كلهم هي وحشين. حظها ما توفقتش في تجارب معينة، ربنا يكتب لها الخير إن شاء الله.